خير. شوف جاي اشتري كروسان كلاسيك، ابغى ثنتين كلاسيك، اثنين ها بس اثنين كلاسيك. ما شاء الله تبارك الله، حاسب على طول. طيب خلاص، هلا وسهلا. شوفوا احنا بنبدا اول شيء بالصينية حقتنا، شايفين هذه الصينية حقتنا صغنونة جميلة، هي اللي ايش بنحط فيها ام علي. طبعا اخذنا كروسان من البوتيك، شايفين الكروسان هذا مش بنسوي فيه، بنبدا نقصه او نفككه بطريقة هذه، لان ايش في النهاية نبغى نقطع كذا، يبي يكون كذا بشكل صغير جوا الصينية. ننزل عندي القشطة تقريبا علبتين ومعهم دريم ويب كامل، حبة كاملة، وبعدها نخلط على طول. طبعا خلاص كذا تقريبا جاهزة، شوفوا كيف طالعة، خلاص طالعة طالعة ثقيلة كويسة كريمة، شوفوا كيف طالعة. طبعا عندي هنا الحليب، أضفت شوي حليب، والحين بضيف زيادة تقريبا كوب ونص حليب، وحليب المكثف معه نقدر نقول نص كوب، فوقه سكر البني، بخليهم الحين يطبخون مع بعض شوي. تقريبا خلاص الحين نبدأ ننزل الحليب بالطريقة هذه فوق الكروسان، شايفين هذه خلطتنا حقتهم علي الحين جاهزة، ما مليها فل. ليش؟ لأني بجيب الكريمة اللي سويناها مع بعض نحطها فوق الحين. طبعا خلاص كذا الحين نجيب الكريمة اللي سويناها مع بعض، طبعا هي بالقشطة نحطها كذا فوق، خلاص خليها الحين شوي وبتنزل على طول على الفرن ناخذها. بسم الله. شوفوا بقول لكم شيء، بعترف لكم صراحة اليوم أنا صايم ما أقدر أجربها، بس بشيلها معكم عشان تشوفون كيف طالعة أم علي. شوفوا كيف، طبعا هذه حقتي إن شاء الله على الفطور، أفطر عليها إن شاء الله. شوفوا كيف طالعة، يا الله شوفوا كيف مع الجهة الثانية. شوفوا هذه قالوا أم علي على أصولها، ما شاء الله تبارك الله. نزلها هنا بالعافية على اللي بجربها، ولكن هذه الباقي كلها إن شاء الله بفطر عليها اليوم أنا. شوفوا كيف أم علي على أصولها.